بقول دي من واقع قعدت سنة ونص في كلية القادة والأركان قبل الحرب. أدرس حاجة اسمها توجيه 42 لسعد الشاذلي. في من أول عمل الفرقة المدرعة لغاية كيف يتوضأ الجندي بكعب الزمزمية. موثق مكتوب السلم طالع على الساتر الترابي، عرض الخشب قد ايه، فاصل بين الدرجه والدرجه قد ايه، رسم وكتابه. المرجعين دول كنا بندرسهم في كليه القاده والاركان عشان هنتخرج قبل الحرب هنتوزع على مراكز العمليات نسيطر على القوات المسلحه. فكان ده سابق لقبل الحرب، محدش يعرف المعلومه دي بكل تفاصيل ما يجب ان يؤديه الفرد بكل التخصصات، دور المدفعيه، دور المشاه، دور المدرعات، دور القوات الجويه، كله كتخطيط كتصور. والظروف سمحت لي بعد ما اتخرجت ان انا اعبئ على مركز العمليات الرئيسي في القوات المسلحه. كان سعد الشاذلي ماسك مجموعة وأحمد إسماعيل علي ماسك مجموعة، ونغير كل 12 ساعة طقم عمل كامل في جميع التخصصات بتاعة القوات المسلحة في مركز العمليات. وأذكر لسعد الشاذلي الآتي عمليا بقى، ده هو اللي مخطط التوجيه 42 اللي درس للقوات المسلحة. قاعدين، كان الرئيس بيجي الساعة 9 الصبح ياخد توجيه وتلقين ايه اللي حصل امبارح والصبح ايه اللي حصل، وعلى ما يخلص على الساعة 10 تبدأ المراكز تسلم بعض ونبدأ نطلع ننام بالأمر الساعة 11 الظهر عشان هنستلم 11 الظهر تاني يوم. كانت مجموعتنا مجموعة سعد الشاذلي، كنا بايتين طول الليل سهرانين. جه الرئيس الساعة 10 وربع السادات، طبعا قعدوا كل واحد بيعرض دول المدفعية ايه كان في 24 ساعة اللي فاتوا، دول المدرعات كان ايه، الجيش التاني عمل ايه، وهو قاعد على الخريطة بيستوعب الموقف. سعد الشاذلي الله أكبر، سعد الشاذلي بص في الساعة جت 11 وربع، والله العظيم أما أي موافق سمحت سيادة الرئيس الطقم بتاعي يطلع يريح، لأن هم من الساعة 11 امبارح ما شافوش الجندي. عشان ابين لكم من هو سعد الشاذلي قدام رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع موجود بالطقم بتاعه اللي هيبدا ال 12 ساعه الجديده بتاعته. فهو ما نسيش مرؤوسين بارهاقهم بتعبهم، وقاطع الرئيس عشان لو سمحت الساعه 11 وربع والناس ما نامتش من امبارح، وانا مدي تعليمات ان بالامر الساعه 11 كل واحد يكون في سريره عشان يجددوا نشاطهم لمعاناة يوم تالي محدش عارف بيه. قال له طيب اتفضل يا سعد. دي كانت من الحاجات اللي ما تعجبش حد، انما نابعه من قائد، نابعه من واحد عينه في وسط راسه ما نسيش مرؤوسيه اللي سهرانين وهو طقمهم وهو حكم دارهم بمعنى كبير مفهومنا الصغير، عشان خاطر وجود الرئيس. او منين ما نجيب سيرة اكتوبر الجيل الصغير لازم نفتكر سعد الشاذلي ولمسات وبصمات سعد الشاذلي تخطيطيا وعمليا، وربنا يتولاها برحمته وكل سنه وانتم طيبين. لاحق قرار الرئيس